للقصة بداية حكتها يد العزيمة، وبدت فيها إشراقة النهضة ليرى العالم عمق حضارتنا. ومن علياء المجد كان للرحلة طموح لا ينضب وهمة قادتها لتطويع الصعاب. ومن قلب الوطن عملت سواعدنا بجهد، راسمة للخطط ومسابقة للزمن. فغدا المستحيل واقعا برؤية ظهرت لتصنع نسيج المستقبل بخيوط إرث ممتد. عراقة البدايات هي الحاضر وهي المستقبل. وهي الراية التي استوطنا تفاصيلها.